حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا عن طريق الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة. من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ضمن الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من يسكن في دول المهجر أو الأشقاء العرب في الدول العربية الشقيقة يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين أسفل الشاشة. فعندكم أربع أرقام للاتصال، ذني اثنين وأرقام الداخل اثنين. أما الرقم اللي راح يظهر أسفل الشاشة اللي هو هذا رقم الواتساب. رقم الواتساب مثل ما مكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل فقط، يعني في حال ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الأربعة الثانيات تقدر تكتب لنا رسالة على الواتساب تبين يمنا نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. لكن هذا الرقم ما مخصص للاتصال، واللي عنده فيديو يريد يدز القناة حتى ينبث على شاشة الرافدين همينا لا يدز على هذا الرقم. الشريط الأبيض أسفل الشاشة تقدرون تتابعه، أكو رقم لنافذة اسمها نافذة أنت ترى، بها رقمين تقدرون تدزون فيديوهاتكم عليها وإن شاء الله نعرضها. أما موضوع حلقتنا اليوم، الفيديو اللي شفتوه هذا الفيديو اللي صار اليوم ببغداد، انتشار إلى عناصر الميليشيات في العاصمة العراقية بغداد. اللي صار هو كالتالي: ميليشيات الحشد استعرضت قواتها بشوارع بغداد بسلاحها الخفيف والمتوسط بالتزامن مع اجتماع زعماء الإطار التنسيقي الموالي لإيران في منزل نور المالكي زعيم حزب الدعوة. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المحكمة الاتحادية عزمها المصادقة على نتائج الطعون بالانتخابات المقدمة من تحالف الفتح. الإطار التنسيقي أصدر جملة من الشروط والتوصيات قبل صدور قرار المحكمة، ومنها الحفاظ على ميليشيات الحشد، رفع قدراته القتالية، تحقيق ما اعتبروه شراكة حقيقية في إدارة الدولة، مع ضمان أن تكون مناصب الرئاسات الثلاث خاضعة للتوافق. وأشار أيضا إلى أن الفصائل المنضوية تحت الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات هددت بالتصعيد حال اعتماد النتائج الحالية، واللي أظهرت خسارة العديد من فصائل الميليشيات والأحزاب مقاعدها بالبرلمان لصالح ميليشيات أخرى. احنا هسه اليوم العراق انتفض بال 2019 وقبلها بال 2014-13 بالمحافظات الست المنتفضة. أما ثورة تشرين بال 2019 فهي ثورة شاملة، كانت ثورة ضد الفساد، ضد المحسوبية، ضد المحاصصة الحزبية، ضد الطائفية. بالمقابل الانتخابات اللي شاركوا بها 20% وأقل من 20% من أبناء الشعب العراقي، دول الميليشيات رافضين نتائجها. ليش؟ لأنهم خسروا مقاعدهم وخسروا امتيازاتهم. وصلنا إلى حال ما يسمى الدولة العميقة. الدولة العميقة شنو يعني؟ يعني أكو واحد على الواجهة، على الجبهة، على الستار أو فوق الطاولة، هو اللي دا يحكم البلد. لكن اكو جهات اخرى اللي هي خلف الستار من تحكم البلد، ذولا يسموهم الدولة العميقة، اللي هم فعليا مسيطرين على الدولة، بس اكو بيدق بيديهم، قلعة ما شطرنج او بول ما شطرنج بايديهم يلعبون بيه بكيفهم، اللي هو الحاكم. السؤال اللي ينطرح: ذولا حايرين بالانتخابات، غيرهم حايرين بالحفلات اللي تصير ببغداد أو بغير مكان، غيرهم حايرين بمشاكل أقل ما يقال أمام مشاكل العراق اللي يعاني من عدد الشعب العراقي، هي مشاكل تافهة. بس ما حد يحير بقضية النازحين، ما حد يحير بقضية المعتقلين، ما حد يحير بقضية الخدمات، ما حد يحير بقضية الأموال أو المال العام اللي قاعد ينهب وينسرق ويختفي بين ليلة وضحاها، ما حد يحير في القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية اللي واقفة واللي ممكن أنه تمد
عشرات الألوف من الأشخاص بمصدر رزق هم وعوائلهم، فتقلل من نسبة البطالة، غير أنه تعطي إيراد للدولة، غير أنه تزيد خزينة الدولة. هاي كلها مدى يهتمون بها، بس أكو واحد يهتم لي بحفلة، واحد يهتم لي بمشاكل تعبانة، والأخ حاير لي بالمقاعد ليش؟ والدولة العميقة اليوم اللي قاعدة تحكم البلد، تتوقعون أنتم كمواطنين راح تبقى؟ لا لا، والدولة العميقة أنا أقصد الميليشيات. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ العراق انتهى، لأن ماكو حكومة اجت قوية، حكومة كلها ضعيفة. نعم. ولا لو اكو حكومة صحيح ما تلزم هاي الميليشيات. يعني هل معقول الميليشيات اقوى من عدوهم؟ انت من تطلع تقول انا رئيس وزراء يعني الى سيادة والى احترامه، زين اذا هاي الميليشيات طالعة وتتظاهر كيفها؟ احنا استاذ افهم احنا تحت احزاب. نعم. اما العراق اما الشعب ما حد يفكر به، لو يفكرون بالشعب ما وصلنا لهيش مرحلة. نعم. والتقصير الثاني، ولو تزعل علي، التقصير الثاني الشعب نفسه هم مقصر. يعني انت يا شعب 18 سنة صابر على الحكومات هاي على شنو؟ يعني شو تتأمل؟ هم سراك قتلة تحت ميليشيات، يعني شو تنتظر يا شعب؟ يعني هل يعني هل قد الخوف صار عندك؟ ما كاف يا شعب، اصحى مجايبوك بيك ويقتل بيك وينهب خيراتك. يعني ليه وين يوصلونا بعد؟ ليه وين استاذ هذل؟ اكو شيء ما شوفونا يا شو المخدرات باقت عدي والكليته، الفساد باق، وتجي على خيرات العراق استاذ أزل. افتر الدول اذا لقيت خيرات مثل خيرات العراق، بس ما له اهل. هذا لو الى اهل ما صار هالمرحله هاي. وانا اشكرك اخوي. شكرا 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 لك ابو عراق. يعني ارجع اسال نفس السؤال، اليوم عندنا دوله بنص دوله، او عندنا دويلات عميقه في نص الدوله العراقيه. ابو الفتح يريد شيء، وابو العصايب يريد شيء، وابو الدعوه يريد شيء، وابو الكتائب يريد شيء، وابو ربع الله يريد شيء، وابو ما اعرف منو يريد شيء، كل واحد بيهم يريد اللي يريده. لكن انه اكو واحد يفكر بهاي الدوله ماكو. ونرجع عليهم هم نفسهم السياسيين والمسؤولين والابواق اللي قاعده تدافع عن هاي الاحزاب وعن هاي الكتل السياسيه، وايضا بعض رجال الدين مهتمين في سفائف الأمور، وعايفين المخدرات، وعايفين الفساد، وعايفين المحسوبية، عايفين التعليم ملف يعني مهم بالنسبة للعراق، لأن ذول الأجيال هم بنات المستقبل، عايفين الزراعة، عايفين النزوح، عايفين المعتقلين، عايفين الخدمات، كل هاي عايفيها وحايري لي بأشياء أخرى. أنتوا تتوقعون هاي الدويلات العميقة راح تبقى مستمرة بالعراق؟ لا. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. عليكم استاذ أفل. عليك السلام والرحمه والاكرام. طبعا الباطل والظلم ما راح يستمر مهما طال حكمهم وظلمهم 18 سنه 20 سنه 25 سنه، لازم يوم يجي يصير بيهم انتكاسه، وانتكاستهم قريبه ان شاء الله. هم مرتبطين بايران، واحنا نعرف الضغوطات والحصار الموجود على ايران. من تنتهي ايران كل هاي الميليشيات والعمائم العفنه اللي جاي دخلت بالشأن السياسي العراقي راح ينتهون نهائيا. لكن الآن المصيبة القضاء العراقي هو يحميهم، يعني القضاء مسيطر عليه من قبل فائق زيدان أبو حزب الدعوة، وكل منظمة بدر مخترقين القانون، والقانون كل مجلس القضاء الأعلى بديهم. إذن ماكو سلطة تحاسبهم، والأجهزة الأمنية بداية بجهاز مكافحة الإرهاب اللي أصبح أسد في المناطق الموصل والمناطق الغربية، ودمر ما دمر من البنية التحتية الموجودة بهاي المناطق من جراء القصف العشوائي اللي دمر من المناطق بي. شفناه أسد بالغربية، لكن على القتلة
والمجرمين والميليشيات اللي ولائية وقف ساكن ما حرك. ليش؟ لأن يخاف من سطوتهم. إذا سطوة الميليشيات أعلى من جهاز مكافحة الإرهاب والأزمة الأمن الوطني والداخلية والاستخبارات والمخابرات وغيرها، لأن هم هيمنهم على كل فواصل الدولة. الدفاع مخترقة، الداخلية مخترقة، القضاء مخترق. وشوف هسه الانتخابات المزيفة اللي ما حد شارك بيها ونسبة انتخابها 12%، تشوف شلون قام يماطلون بالمصادقة على الانتخابات، والمفوضية شمرتها للقضاء، والقضاء جاي يماطل بيها خوفا من اللي راح يصير يوم غد. يعني يخافون التوقعات شو راح يصير، تصادم بين مقتدى الصدر اللي يقول أنا الكتلة الأكبر وأخذها بالتزوير، وبين فتح اللي يقول لك إن سرقة المقاعد. أما شغلة وطن ما يهمهم الوطن، كل الموجودين بالدفة الحكومة سواء صدريين أو حشد ما يهمهم العراق، يهمهم شلون يسيطرون على الكراسي ويحمون أنفسهم بالقضاء والقانون. إنه بأربع سنوات يظل يسرقون ومكاتب اقتصادية وفساد وقتل والسلاح المنفلت يبقى بديهم. اما الشعب العراقي والشارع العراقي، احنا نعرف احنا ما عندنا راي. اي ناشط سياسي او اي شخصيه تطلع بالضد من هاي الطبقه السياسيه راح يتم تصفيته، وشفناها احنا ثوار تشرين، الشهداء ثوار تشرين اكثر من 1000 واحد، منو قتلهم؟ قتلتهم هي الميليشيات، القبعات الزرق جماعه مقتدى وحزب الله والنجباء والعصائب وبدر وحزب الدعوه، هم قتلهم الثوار، وهم اللي دمروا ثوره تشرين اللي كانت الطالب والوطن. فذولي ناس خارجين عن القانون، تجمعوا بحجة حماية المذهب وبحجة الإسلام السياسي، وهم لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون دين، ومحميين من قبل المرجعية العليا بالنجف ومجلس الأعلى يحميهم، كل المراجع تحميهم وياهم. ولا وين المرجعية بالنجف ما تطلع حسة وتنهي هاي المنظمة الإرهابية هيئة الحشد وتلحلها بفتوى مثل ما أسستها بفتوى، تحلها فتوى في سبيل نخلص من هذا السلاح ونخلص من هذا القتل والاغتيالات والتفجيرات اللي هم وراه. نعم شكرا لك صباح. ابو جاسم من الرمادي حياك الله. والحي، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي العزيز، عندي حكايه واحده احكي لك اياها. قول. ولو يمكن رصيده اعتقد راح يخلص، لانه طوط عندي تاخر علي بالبرنامج. نعم. اكو مثل يقول بالمال ولا بالعيال. نعم. سامع هذا المثل؟ نعم. هسه صار بالعيال مو بالمال. المال فدوه خليه يروح. عندنا هذا دكتور نافع ابو التربيه مع الرمادي اللي سمعان بي. نعم. هذا يساوم عرض العالم، اي معلمه اي مدرسه تريد تتعين يساومها بعرضها. نعم. إيه خافة تدرون بهالحكاية اللي نعلمكم بيها. دكتور نافع أصلاً اسمه ما يعرف يكتبه. يعني بالألفين وأربعة هو عيونه مدبدة من الطبان، كان سايق تاكسي برازيلي يشتغل بالرمادي. سوى دكتور هاي شهادة تزوير مالته، وهسه مدير تربية ويساوم عرض الناس بالتعيينات. وشكراً. شكراً أبو جاسم. ضياء من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم استاذ، شلون صحتك؟ حياك الله اخوي. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ حياك الله على كل شيء اخوي العزيز. يعني انتم قناة والله شريفة وعينكم على العراقيين والله، وقناة واجبنا الصوت يعني واجبنا اخ ضياء. نعم استاذ، انتم والله ان شاء الله احنا فاحنا العراقيين يا اخي، والله احنا الخلل بينا يا استاذ. ليش؟ لان الحكومة بدأت تتعرض يا استاذ. احنا هسه احنا خلنا بالحكومه، احنا قلنا بكت هاي الاربع سنين ان شاء الله تجينا غير الجوع، واحد عنده حق الله يدعم العاطل، يدعم الارمله، يدعم المطلقه، يكافح هاي المخدرات. ما قامر اخو بطاله بالعراق تجي المخدرات، لان هذا يتجر يوم اني اذا ما عندي لازم اتجر هذا الشيء ابيع، يعني خلينا واقعيين استاذ. فمن اكو دعم للدوله واكو شق المعامل، عندنا معامل حصو، عندنا معامل جوس، يعني احنا ما شاء الله خير، تلحي هذا الشاب هذا بعد ما يتجسس، لا يجيب مخدرات ولا يقتل ولا يسلب ولا يتحرش. يعني هسه انتحار انا اليوم اذا مثلا مطلوب مثلا نقول 20 مليون، واذا ما عندي طبعا انتحر، لان ما عندي دوله تسددني استاذ، مو صحيح؟ فانا ما دوله ما تدعمني، انا عندي راتب شهريا 270 وبرقبت اتمنى ترى،
فأنا شو أسدد الثالث؟ أسدد فاتورة النت، لو أسدد المولي، لو أشتري شكر بالفنوس، لو فأكو بطالة. فالسبب هم، فهم شو يسوون؟ يتجوا واحد عنده حق الله صحيح ويتجع على هذا العراق. ما فرغاني ابن المبارح ابن الناصرية ابن المصرة مد ابن الناصرية يصير عنده، ومد مثل ما صار عمار ابن المبارح يصير ابن الناصرية. أنا ابن الناصرية، فأسبب الحش هذا الولد من الجال ما أعرف يعني ما والله يا أستاذ أسد شو أقول لك؟ فنقول يابا هل هالتين من مروه عني ترى باكر أنت ما تقولون أوقفوهم إنما تترك باكر تعاذبون عن ربع لقدتوه من هاي الناس. ترى أكو عوائل عم تأخذ من الزبائن يا أستاذ، أنا قاعد أشوفه أكو ناس متواجدة بس أنت المحتقرين اللي ملطخ أيده بدين ومثبت عليه. خلي الماء عنده عش حاكمه وأمه تكون عليه تبكي عليه يا أستاذ، والأب يبكي غاضي. أنا من أطلع والله إلا يوم نهاية أبو وين شلت يا أبو على باب الله تقلق. فأمان ماكو تسفيب يا أستاذ. فنقول يا حكومتنا عني خلي الله بين عيونكم انتبهوا على العراق هذا، ادعموا العاطل انطوقروا الآن حتى ما يصير بطالة، حتى يصير أمن وأمان بالعراق. أنا متوقع والله دعمة الدولة وشغلت المعامل وأنطت ودعمت. أنا أعمار والله ما أدرك الأعمار والله صحيح، بس والله أنا عن شغل المغرب ما أكو شغل، بس أعمار يعني ما عندي شيء، عندي راتب العاطلين وما عندي، أريد رحمة الله. فتحياتي لكم، احنا نفتح المجال اللي باقي نستعاد القناة. شكرا لك أخ ضياء. أم يوسف من كركوك، حياك الله أم يوسف. أم يوسف بعد شو يعني أم يوسف؟ يبدو أن الاتصال يا أم يوسف انقطع، أتمنى ترجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيها بالموضوع. طبعا أثناء ما المتصلين قاعدين دي يتكلمون، أحد الفيديوهات اللي طلعت استعراض إلى الحشد الشعبي. أنا سؤال، هو الحشد الشعبي مو جزء من المؤسسة العسكرية وتابع إلى الجيش العراقي وتابع إلى القائد العام للقوات المسلحة؟ ليش استعرض بوحده؟ يعني شنو هسه احنا عندنا مؤسستين عسكريات؟ هم يقولون لا، انتو شو تقولون؟ هاي رقم واحد. اثنين، يعني الإصرار على أن يكون العراق تابع إلى 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 مؤسسة، من المفترض إنه هذا العراق بهاي المؤسسة هي جزء من عنده. اللي دي يصير هو العكس، هذا العراق كله بشعبه وبأهله وبخيراته يردو يصير تابع لهالمؤسسة. ليش؟ أحمد ويانا، أحمد من السماوة، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي ما زالت موجودة الميليشيات والأحزاب التابعة لها، ها؟ هذه الموالية إلى إيران، فلا يكون هناك أمن واستقرار في العراق. هؤلاء الأقزام المتمردين في المعانات العراق والعراقيين في كل مكان بالعراق إلا بسبب هذه الأقزام. وعلى رأسها الحشد الشعبي والسرايا والجيش المهدي التابع للطاغية المجرم نقطة الصدر، هم سبب المعاناة وهم سبب التهجير، وكل التهجير ما زال مستمر من قبل الناس، من قبل الأبرياء على يد هذه الميليشيات والأحزاب المتمردة. يلولا وعلى حتى الاعتقالات اللي ملأت السجون والمعتقلات يعني كله بسبب هذه الميليشيات التكفيرية المجرمة الحوثية، يعني وهي لا تفرق عن الميليشيات الموجودة في اليمن، نفسهم نفس الشيء. لا يختلف الحشد الشعبي وجيش المهدي والعصائب والنجباء وغيرها من الميليشيات التكفيرية الحوثية. نعم. على الميليشيات التوطية في اليمن، هؤلاء تكفيريين بالتعاون مع الجيش الفاسد. كلهم وناس مجرمين، وناس أصحاب فكر إرهابي تكفيري. الله وضع في كل الفكر الإرهابي التكفيري لتنتهجه هذه الميليشيات وقياداتها وعناصرها، وعلى رأسها ميليشيات الحشد الشعبي وميليشيات الجيش المهدي التابع لهذا الطاغية. نعم. الحرب مقتل الصدر. والسلام عليكم. شكرا ورحمة. شكرا لك أخ أحمد. أم يوسف من كركوك رجعت لنا، حياك الله.
الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عيني؟ هلا بيك يمه. والمهلي اقول لك حياتي. ها يمه. حكينا كله اصلا احنا مع احترامات لك ما بي معنى. نعم. ما بي معنى. احنا من 2003 من روح الصدام اقر على العراق السلام. عرفت شلون؟ نعم. انت من 2003 شفت واحد بالقياده بي فتحة وجه؟ جاوبني، اكو واحد بي فتحة وجه؟ اكو واحد يعرف يسولف؟ اكو واحد يعرف يقود؟ ها حياتي؟ نعم. ماكو. كلهم اصلا احنا كل الحكي هذا مو اي شيء. انا على راسي ابو عراق من الفلوجه وبعض الرجال من 2003 اقر على العراق السلام. ولك الشكر. شكرا لك يوم. والعافيه واستثمركم وحياتي. شكرا شكرا لك يوم. شكرا ام يوسف. يعني اليوم مثلا مجلة مودرن دبلوماسية الأمريكية تقول أنه علاقات إيران مع ميليشياتها بالعراق ولبنان واليمن صارت تواجه بعض الصعاب نتيجة الغضب الشعبي اللي صاير داخل بلدانهم. ما يحصل بالعراق من وكلاء طهران الشعب فهمه. أكو ناس فهمتها من أول يوم، أكو ناس فهمتها بنصف المدة، وأكو ناس فهمتها بالمدة الأخيرة. لكن ما يحصل اليوم بالعراق انه العراق متدمر منتهي، خيراته يعني منهوبه، فلوسه مسروقه، ما موجود به مبيوع الى دول الخارج ومبيوع الى فرنسا والصين الى عشرات السنين. كل هاي الامور ويردون الشعب لازم يسكت. ليش؟ احمد من صلاح الدين حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حبيبي انا احمد حسن من صلاح الدين، كنت احد منتسبين حج الشعبي من 2014 لحد 2018. حياك الله. اصابت بالحشد الشعبي ولحد الان لا راتب، حولونا على الدفاع ولحد الان صارت وما راتب وما ادري شنو، ولحد الان لا سلمنا راتب ولا كل شيء. ليش؟ احنا ما اعرف. احنا اللواء القهار موجود لحد الان بالحله وطلعنا مظاهرات وهاي، فالاحزاب قاعد يخلوها وينطوها رواتب، واحنا الناس البريئه اللي عنده واللي ما عنده طلعنا بيه وادينا الفتوى، ولحد الان لا راتب ولا كل شيء. لحد الان انا قاعد بصلاح الدين بهيكل مال بيت، الله شاهد علي، يعني اشوف حالتي تبكي عليها. وانا كنت احد شعبي وابن عمي استشهد وياي، ولحد الان والاحزاب تطلع مظاهرات وهسه صلاح الدين كلها لازمتها العصائب. اخويا ابو شاب، يعني مو المفروض انه شخص لما يطلع مع مؤسسه وينصاب اثناء اداء الواجب انه اكو قانون يحميه واكو الى راتب؟ لو 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 بالحشد ماكو هذا الشيء. بالحشد هذا ماكو اي شيء، لا راتب ولا كل شيء، وتصابينا ودمرنا والله، وناس ابرياء راحت يعني بلا شيء، لحد الان قاعدين بغداد ايجارات ومصابين، لو ايده انقصت لو ايده رجله انقصت، ولحد الان عائلته جهاله بالشارع قاعد يجدون. ليش هذا الحكي؟ ليش الدوله ليش ما يحكون؟ يعني انا عاتب الكاظمي، عاتب يعني الرؤساء مالتنا الدولة، احنا يعني الدولة مالتنا ليش تحكمها ايران؟ والله اخ احمد، يعني انا دا اسال هذا السؤال، احنا ليش دائما لازم نكون تابعين والشعب يسكت؟ ايه يعني انا قدمت ما قدمت، يعني الوطن يعني انا يعني مو للكاظمي ولا للايراني، يعني قدمت انا لارضي ما قدمت لاحد. بس انت تقول طلعت قبل الكاظمي. اي قبل الكاظمي وطلعت بعد، ولحد الان ما جاني، وجاني الكاظمي ولحد الان سلمونا اسلحه وسيارات وما ادري شنو، ورواتب ماكو. انا يوم من اروح عائلتي تموت من الجوع وراي تقوم تجدي على شنو؟ اخ احمد اقدر اسال سؤال؟ اريد اعرف وين حضرتك خدمت؟ يعني من 2014 ل 2018 وين الاماكن اللي خدمت بها؟
خدمة بالرمادي. نعم. وخدمة بسامرة وبتكريت وصلاح الدين نفسها، وآخر شيء حولونا للمقر بالحلة لواء القهار، وحالونا عد فاع، ولحد الآن لا راتب ولا أشيانة عندي، والله العظيم قاعد أشتغل يوميتي 7000 دينار وقاعد أعيش عيالي. واني أربع سنوات أنا مقاتل حد 2018، يلا تركت عاد عائلتي قاعد من جدي، وهسه أنا وحيد وعائلة كلها برقبتي، ويعني الكاظمي ما قاعد يحكي، الفلان الآخر ما قاعد يحكي، وإحنا كلنا لا حول ولا قوة، شو نسوي؟ نعم. وهاي عندي عدمات وعندي كتب استمرارية بالخدمة، وهاي واروح اقدمها، اروح للمراجع واروح للاي ومخوي كل شيء، ما حد سوى لنا من الدولة كلها، ما حد سوى لنا شيء، حولونا على الدفاع ولحد الان لا راتب ولا كل شيء. لواء القهار موجود بالحلة حاليا، المقر مالتنا بالحلة. نعم نعم. يجي علينا من الدفاع، يجي علينا هاي والله زيارة، وجوا علينا شوفونا وطلعنا مظاهرات لحد الآن، رواتب ما عندنا. نعم نعم أخ أحمد، وصلت الرسالة. تروح يا تروح تموت ما حد ينطيك لا راتب ولا هاي، وعيالك تقوم تجدي بالشارع. بس أنا اللي أعرفه أنه مثلا الحشد الشعبي إلى مليارين دولار ورواتبهم ماشية. والله لا راتب ولا كل شيء لحد الآن على حطة إيدك. نعم. أي والله. نعم، شكرا شكرا جزيلا لك اخ احمد. نرجع الى موضوعنا، وقبل ما ارجع الموضوع ان كان اجانا اتصال ثالث اتصال بالحلقه من ابو جاسم، قدم باتهام الى مدير التربيه في محافظه الانبار او في مدير تربيه الرمادي. بالنسبه لهاي الاتهامات يعني لا القناه تتبناها ولا احنا نتبناها، شخص قدم هذا الاتهام والرد مكفول للجميع، لكن هذا رأيي الشخصي، مو احنا اللي متكفلين هذا الرأي، بس حبينا نوضح هذه النقطة. أما ما يخص الدولة العميقة اليوم في العراق، الدولة العميقة اليوم في العراق اللي دنا نتكلم عليها، أنه هي أكو دولة ده تحكم الدولة العراقية، أو ده تحكم ما يسمى بالحكومة العراقية. هاي الدولة هي اللي معترضة على الانتخابات، هي اللي رافضة كل شيء، هي اللي تريد السيطرة على كل شيء، واليوم تصريحهم أنه يجب أن ترفع قدرات القتالية للحشد الشعبي. السؤال ليش؟ أم أحمد من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شو صحة؟ هلا بيك. الله يسلمك، الله يعافيك يابا، الله يرضى عليك. احنا نطلب الحفل عام للسجناء، والله يا بالمعاناة صعبة، ودي نشوفهم معاناتهم صعبة، دي يعذبوهم، هم محكومين، هم شنو ذنبهم؟ لا نعرف شنو ذنبهم ولا أبد، يعني بس هم وببلاش، ويعني واجهناهم يشكون عدم الخدمات، أكل، من ملبس، من صرف، طلبوا حتى الصور ما خلونا نفوت لهم إياهن، والظروف صعبة وصعبة، وإحنا من صلاح الدين يوماً يا روح نشوفهم ونرجع، لا مخابرات للوادم يخابرونا، لا اتصالات، لا في شيء، معاناة سيئة، الأكل يقولوا كل 3 أيام 4 أيام يعني جايف ينطونا إياه، بطل المي ب2000، الجزارة الوحدة ب1000 دينار، كان الطماطة خايف 5000 دينار، وين العقلية هاي؟ مو دا يأخذون من عندهم فلوس، مو دا يأخذون من عندنا إحنا مال الراحات والجيات ونخلي لهم أمانات، حتى ما نقدر نعطيهم الفلوس بإيديهم، ينطونا وصل والفلان وصل ننطيهم إياه، ما نعرف يوصل لهم المصرف ما يوصل، لابسين بهالشتاء وهالبرد، لابسين هدوم صيفية، حتى ملابس مثل الوادم ما يخلونا نفوت لهم. طيب أنا أم أحمد بس افتهمت من كلامك من كلامك أنه أنت قلتي محكوم وما مسوي شيء، يفتهم أنه عندك ابن محكوم؟ هو كل شيء ما عنده، هو كل شيء ما عنده، محكوم بس كل شيء ما عنده. شنو حكمه؟ لا قاتل، لا مثل
اجى ملطخه بالدين، لا هاي تومه على جلده اخذوه هو عامل طين يعني بالعماله اخذوه من الكتل والهذا والتأديب، قالوا الا تعترف وانطلعت على شنو؟ وقعوا على ورقه ما يعرف شنو بيها ووقعوا حكمه 20 سنه على جلده، لا قاتل ولا بايب ولا سالب ولا نائب. ايش قد صار له بالسجن امي؟ صار له 6 سنين من 2016. نعم. ولحد الان يعني معاناته، عنده 3 بنات يعني همين يراد لهن مصرف، يراد لهن مأكل، يراد المدارس، والمعاناه كل سيئه والله يا يابا. بعد يواعدون بهالسجناء وهاي واعدون نط عفو عام ايش وقت ينطون؟ هم خلصوا عمرهم بالسجن، هو اذا هو سوى 30 سنه وحكم 20 سنه ايش وقت راح يطلع يا يمه يا وليدي؟ نطلب بالعفو العام لهالابرياء، والله شوف المعاناه يعني معاناه سيئه، تعال شوف السجن هذا سجن الحوت يعني مليان، ما تعرف تروح من الصبح عاد من تروح وجهه للساعه بالاربعه بالخمسه يلا تطلع من يمنا، واحنا من رحنا بهذا الاسبوع الراح مطر من الساعه بالوحده لحد الساعه بالثمانيه، المطر يدق علينا ولما رجعنا احنا تمرضنا من وراء. يعني العديد تقول هيك حكمته رجعوهم كل من منطقته كل من بغداد احسن اننا المكان ما نعطيهم سراوي للسيارات نعطيهم ويان يعني المصرف هم ياخذون اللي ياخذون من عند نعم احنا يعني من خلال قناتكم نطلب بركه الله واهل البيت يعني ينطون عفو عام لهالابرياء ما عندهم لا كتل لا دم لا شفوه يعني ثابته عليهم لا دعوه هيك على الجلده والله من وراء الكتل والتعذيب واحد منهم 4 عمليات 5 عمليات يسوونهم وهم يلعبون به من الحد الان هم هو المحكوم هو يظلون يقتلون به ومن الحد الان يقتلون بهم تعذيب يعني شديد كل يوم الاستاذ يقول يبدون بنا من الصبح لليل يوم ما يظلون يقتلون بنا يعني لا الله ولا السماوات يرضاها وين الاسلام وهذا المحكوم هو محكوم بعد هو انت حكمته على شنو هذا التعذيب والكتل والمهانه سنون ما قليل بقلوبهم سنون ما عندهم نعم سنونهم وباطنهم مشلحه حسبي الله ونعم الوكيل على هيك حكومه باطله وسيئه يعني حتى الله ما يرضى حتى السماوات تهتز لها هيك الجديد نعم يعني الا نروح نشكي بس نشكي رب العزه رب العزه يا رب يا اله يا سيد ملك 24 ساعه يا افتح لبنا وندعي وبعد عيني الله حتى بعد حتى كل ما جيت ولا الحكمه حبل نعم شكرا جزيلا لك مطالبه من أم أحمد إلى من يسمع وله الأمر بالعفو العام عن المعتقلين وعن الأبرياء. أم عائشة من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أم عائشة. أرجو من أخواتي المواطنين بالعفو العام. نعم. اي انا عندي معتقل مسجون 40 سنة محكوم كان عنده محكوم 40 سنة؟ اي 40 سنة نعم اي كل شيء ما عنده من الامريكان اخذوه من 2005 ولحد الان ما طلع نعم اي وصال 17 سنة هو بالسجن من 2005 نعم اي ما عنده هسه شيء يثبت انه هو معتقل القرار ماله والكل انهمدا التكريت من طبعا انا داعش وهسه انا كل شيء ما عندي يثبت لا عنده جنسية لا عنده شيء انه هو اعرف عنه شيء واريد من عندكم العفو العام بس أرد يعني أنت تقولي ماكو شيء يبين إنه هو مسجون. إيه. شون يعني ما عنده وثائق ما عنده. الدستاد الدعوة مالته
التكريت وانهمدت. زين. من اروح للمحامي اقول له هيك السالفه مالته، اريد اطلع، اريد كذا، اريد امشي بدعوته، يقول لي جيب لي دعوه، ودعوه ماكو. لعد شلون انحكم؟ انحكم بال 2011 قبل داعش، وانهمدا بال 2014 من طب داعش. إيه لا يعني انا السؤال لعد المحامي وين اذا انحكم بهاي السنه، ليش ما لحق عليها؟ ما لحق عليها، ما لحق. احنا حالتنا تعبانه، وراد من عندنا فلوس وفلوس ما عندي، راد دفترين وانا حالتي تعبانه، وكنا قصر، عنده امه مريضه وعندي جال، كنا مقصر. المحامي راد دفترين؟ نعم نعم. ايه وين مسجون ابنكم؟ هسه مسجون بسجن الكرخ. وين؟ بغداد. سجن الكرخ بغداد. اها. ايه. تمام. تمام، شكرا 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 لك. مطالبتين من ام احمد وام عائشه بالعفو العام عن المعتقلين وعن الابرياء، والقضيه الاخرى اللي هي قضيه القضاء العراقي اللي دائما يتكلمون بها، انه اكو اعترافات اخذت بنسبه كبيره جدا نتيجه التعذيب، وهاي الاعترافات اللي اخذت القاضي اعتمد عليها على الرغم من انه الكل يعرف انه هاي الاعترافات ماخوذه تحت التعذيب. يعني انسان حتى يخلص من التعذيب اللي شايفه يوقع، ومن يوقع يروح بهبية مثل ما يقولون. المشكلة الاخرى انه بعض المتصلين يقول اني مثلا عندي معتقل او مسجون، نروح للقاضي او المحكمة وعندي شهود يأكدون براءة ابننا، لكن نتيجة التعذيب هو وقع على ورقة يعوف كل الدلائل اللي تأكد براءة ابننا، ويعتمد على هذا التقرير اللي وقع عليه ويحكمه. بس السؤال محكوم 40 سنة، هو مو المؤبد 25؟ هل 40 شنو؟ المهم اياد من الرمادي حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ممكن اشارك اخوي عجي؟ انت على الهواء اخوي. انا عندي موضوع، يعني ابوي والدي مسجون انحكم 15 سنة. نعم. كان ضغط علي، يعني ما يقول يعني من ضابط، يعني كان قال يعني هو ضابط علي من قفة الإرهاب مال الأنبار. نعم. يعني راد من عندنا يعني دفترين وما أعطيناه دفترين. نعم. إيه فإحنا ما أعطيناه دفترين، فقال لي إذا يعني ما أعطيناه دفترين ترى وقتها حوله ترى ما أطلع محكمة إلا قدام لو مؤبد. نعم. قال والله عمي ما عندي دفترين يعني وما عندي إمكاني. قال ترى أبوك ترى رحت مدورة ترى بغى دور بغداد ويدور عليه. وقتها حاليا يعني رفعوا محكمة وحكموا 15 سنة، يعني لا ماكل ولا شارب. نعم. اي نعم، الحكم يعني الحكم عن 2000 وهاي السنة راح، يعني الحكم 15 سنة. ايش قد صار له بالسجن هو؟ والله صار تقريبا سنتين وشوي يعني تقريبا. نعم. وابوي يعني مثل ما يقول دخل داعش يعني للأنبار، يعني أنقذ يعني ضباط هواية، أنقذ يعني ضباط يعني 4 متسبين ومضباط يعني أنقذهم يعني، بس للأسف يعني مثل ما يقول يعني الحكومة ما يمشي وياها. نعم. يعني خلصة من داعش ووطن لأهاليهم، يعني هم من الجنوب واثنين هو من الغربية، يعني مثل ما يقول يعني من الأنبار و... نعم وصلت. اي نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك اخ اياد. الاخوه يعني اياد وام عائشه وام احمد يتكلمون عن العفو العام. نرجع الى موضوع حلقتنا اللي هو الدوله العميقه او الميليشيات. اليوم مثلا الحشد الشعبي دا يطالب برفع قدراته القتاليه، ليش؟ شنو اللي يحتاجه حتى يرفع قدراته القتاليه؟ شنو السبب حتى يرفع قدراته القتاليه؟ وشنو اللي صاير بالعراق حتى يرفع قدراته القتالية؟ مو من المفترض أنه هم قضوا على داعش؟ مو من المفترض أنه هم هسه يفكرون في ترسيخ أركان الدولة؟ لعد ليش رفع القدرات القتالية؟ وإذا رفعت القدرات القتالية ضد منو راح تستخدم؟
هذا سؤال هم أنا نطالب بجواب عليه. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، أول رسالة: السلام عليكم أخي، أفلوا على كادر قناة الرافدين البطلة. أخي، العراق لا تحكمه دولة وإنما ميليشيات تابعة لإيران، وإلى الآن فإن المجرم المالكي وخادم إيران أيضا العامري والخزعلي يتحكمون بالأمور وتسير الأمور العراق بيديهم، ومنصب رئيس وزراء العراق هو مجرد تسمية أو خيال مآتة مثل ما نسمي، لأن هذا المنصب يوفر له 1,350,000 دولار مخصصات نثرية للشاي والشكر، إضافة إلى راتب 100 مليون دينار شهريا. ووزير مالية النظام الفاسد يتوعد العراقيين بالأسوأ. تحياتي لحضرتك أخي أفل، وأشكركم. أبو محمد من النرويج. رسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا هذا الفيديو عن الفساد بالعراق، أتمنى ظهوره. أخوي العزيز، بالنسبة إلى هذا الفيديو اللي أنت دازه، تقدر تتابع الشريط الأبيض اللي أسفل الشاشة برقم أو نافذة اسمها نافذة أنت ترى، بها رقمين تقدر تدز هذا الفيديو وإن شاء الله تعرض على الشاشة. السلام عليكم على قناة الرافدين الجميلة. أخي أفل، أقزام إيران إن شاء الله بأسهم بينهم، إن شاء الله بجاه لا إله إلا الله إيران تضربهم من رب الله إلى حزب الله، وبالذات الأشخاص اللي هم معروفين بالنسبة لنا، والغير معروفين راح نعرفهم إن شاء الله أنه هم ولائيين إلى إيران ونتخلص من عندهم. أخوكم أبو قسورة من بغداد. السلام عليكم أخي العزيز، أنا عندي خبر عاجل أريد أدز على القناة حتى تظهروه على الشاشة، وأتمنى يسمعون الذيول التابعين إلى إيران. كذلك أقول لك أخوي العزيز، تابع الشريط الأبيض أسفل الشاشة ودزوا على نافذة أنت ترى وإن شاء الله تقرأ. أبو سمية من الأنبار، السلام عليكم. حين تقع مطرقة القاضي بيد فرعون، اقرأ على الدولة والقانون، السلام. رسالة أخرى: السلام عليكم، أنا أحب أشارك وياكم هذا الفيديو وأحب أحكي عنه. أخوي العزيز، بالنسبة إلى الفيديوهات، صدقني هذا رقم الواتساب اللي تشوفوه أمامكم، ما أقدر أطلع الفيديوهات على الشاشة. إذا تردون تدزون فيديوهاتكم حتى تظهر على شاشة الرافدين، أكرر الشريط الأبيض اللي دا يمشي بصف الساعة، في نهاية هذا الشريط الإخباري راح تلقون نافذة اسمها نافذة أنت ترى، بها رقمين تليفون، بهن واتسابات، دزوا فيديوهاتكم اللي أنتوا تردون تعرضوها على ذاك الرقم وإن شاء الله نجاوبكم عليها. شخص كاتب لي: السلام عليكم، عندي سؤال، ممكن؟ تفضل أخوي العزيز، ممكن أكيد، ليش لا. نرجع إلى موضوعنا بينما يجي السؤال من الأخ العزيز حتى نقرأ قبل ما ننهي الحلقة. الحشد الشعبي اليوم دا يطالب برفع قدراته العسكرية، السؤال ليش؟ وهل يحتاج الحشد الشعبي رفع قدراته العسكرية وهو دا يستعرض بكل هذه الإمكانيات وهو يمتلك طائرات مسيرة وسلاح متوسط وخفيف وثقيل؟ إضافة إلى ذلك، اليوم الدولة العراقية أكو بنصها دويلات، بالنسبة إلى الحكومة شنو رأيها بهذا الموضوع؟ إضافة إلى ذلك، أنتم كمواطنين تنظرون إلى الحال بالعراق راح يبقى على ما هو عليه لو لا؟ إن كان الحال راح يبقى على ما هو عليه، أتمنى تبعثولنا السبب، وإن كان ما راح يبقى على هذا الحال، أتمنى تبعثولنا شلون. أما ما يحصل اليوم بالعراق فهو من سيء إلى أسوأ، والسبب هي الإدارات الخاطئة التي وقعت فيها حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي إلى العراق، أمريكا البريطاني الإيراني الصهيوني. ما يحصل اليوم في العراق هو تدمير كل ما يحتوي العراق، من ما مبني على أرض العراق، من خيرات للعراق، غلق إلى الأنهر وجفاف يهدد العراق، زراعة ميتة، صناعة ميتة، التربية، تعرفون حال التربية وتكلمنا عليها بحلقات كثيرة، المعتقلات العراقية وما يحصل داخل المعتقلات العراقية، النازحين اللي يعانون الأمرين داخل المخيمات، إضافة إلى الخدمات اللي المواطن العراقي عايش ببيته ويعاني من الأمرين نتيجة سوء الخدمات. كل هاي الأمور ما يفكرون بيها، ويفكرون بس بالكرسي اللي يقعد عليه حتى يحصل له منصب. هذا الحال اللي يصير اليوم بالعراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.